ريكاب جي دي دي تونيزي. المعهد الوطني للاستهلاك يضع ابتداء من اليوم 12 من أفريل 2021 على ذمة عموم المستهلكين تطبيقة رقمية مجانية codeonline.info للاطلاع على أسعار المنتجات الطازجة بأسواق التفصيل اليومية والأسبوعية وللإعلام على التجاوزات المتعلقة بالجودة والأسعار، بالإضافة إلى عدة خدمات أخرى موجهة للمستهلك. وزارة الصحة تدعو جميع المسجلين بمنظومة إيفاكس والذين تصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم الجوالة إلى الالتزام بالتاريخ والتوقيت المحددين لتلقي لقاح كورونا، وذلك حرصا على حسن سير عملية التطعيم والتقليص من أجال الانتظار في مراكز التلقيح. رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي تؤكد أن الوضع الوبائي في تونس خطير جدا، وأن شهر رمضان هذه السنة سيكون صعبا نظرا لكل المؤشرات المسجلة. عدد من المخرجين والتقنيين بمؤسسة التلفزة الوطنية ينفذون بالتوازي مع إطلاق بث القناة التربوية وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل الاتفاق الموقع مع إدارة المؤسسة منذ 2015 لتسوية وضعية الأعوان العرضيين وللمطالبة بخلاص الساعات الإضافية المتوقف منذ أكثر من عام. لاعبة التنس التونسية أنس جابر تتقدم في الترتيب الشهري الجديد للمحترفات في العالم الصادر اليوم لتبلغ المركز 27 وتحقق أفضل ترتيب في مسيرتها إلى حد الآن بعد بلوغها مؤخراً الدور النصف النهائي من بطولة تشارلستون في الولايات المتحدة الأمريكية.